قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. صحابتي سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وبعد، أحبتي في الله، فأهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتواصلة معكم، سلسلة نجوم الهدى. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أحبتي في الله، ما زلنا مع أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، نتحدث عن سيرته، ونتحدث عن شمائله وأخلاقه رضي الله عنه وأرضاه. واليوم نخص حديثنا في الحديث عن فضائله وحكمه وأشعاره رضي الله عنه وأرضاه، وما اشتهر عنه رضي الله عنه. يقول الإمام أحمد رضي الله عنه، الإمام أحمد بن حنبل، وإسماعيل القاضي، والإمام النسائي، وأبو علي النيسابوري: لم يرد في حق أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي رضي الله عنه وأرضاه. يقصدون بذلك أنه لم تأتي أحاديث صحيحة ثابتة في فضائل صحابي من الصحابة رضي الله عنهم جميعا مثل ما جاء في سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. إذا تساءلنا لماذا، يجيبنا على ذلك الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، يقول في فتح الباري: وكان السبب في ذلك، أي في سبب في كثرة ورود الأحاديث في فضائل سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، أنه تأخر، أي آخر الخلفاء الراشدين، ووقع الاختلاف في زمانه، وخرج من خرج عليه، فكان ذلك سببا لانتشار مناقبه من كثرة من كان يبينها من الصحابة ردا على من خالفه. حكمة الله سبحانه وتعالى ومشيئته اقتضت أن يحدثنا الحبيب صلى الله عليه وسلم عن مناقب سيدنا علي، لأنه يعلم أنه في زمانه ستكون هنالك فتن، وأيما فتن، وسيخرج عليه أكثر الناس أو كثير من الناس من الذين ابتعدوا عن الدين، خاصة الذين كانوا يلقبون بالخوارج. يقول الإمام ابن حجر: فاحتاج أهل السنة إلى بث فضائله، فكثر الناقل لذلك، وإلا فالذين في نفس الأمر أن لكل من الأربعة، أي الصحابة الخلفاء الراشدين الأربعة، لكل واحد منهم، أن لكل من الأربعة من الفضائل إذا حرر بميزان العدل لا يخرج عن قول أهل السنة والجماعة أصلا. انتهى كلام الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. الإمام سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، العلم والتفقه في الدين كيف كانت مرتبته عنده، وكيف يتضح لنا، أو كيف نعلم كم كان مقدار اهتمامه بالعلم؟ تميز رضي الله عنه وأرضاه سيدنا علي رضي الله عنه بجده في تحصيل العلم، كما ينقل ذلك أهل السير والتراجم، حيث نقلوا فقالوا: تميز رضي الله عنه بجده في التحصيل والتحري في قبول العلم والسؤال في طلبه، واستخدام وسائل الضبط في العلوم في زمانه، من كتابة وحفظ وتعهد ولزوم للنبي عليه الصلاة والسلام،
إذ حدث عن نفسه سيدنا علي رضي الله عنه وهو قال: آليت بيمين، أي حلفت يمينا ألا أرتدي بردائي أو بردائي إلا إلى الصلاة حتى أجمع القرآن. عندما بدأ بجمع القرآن حلف يمينا أنه لا يرتدي ثوبه الذي يخرج فيه للناس التزين، لا يرتديه حتى يجمع القرآن إلا إذا ذهب إلى الصلاة، يعني يبقى حتى يحفظ القرآن كاملا رضي الله عنه وأرضاه. يقول العلماء غير أن هذا ليس فقط اجتهاده، بل كان له اجتهاد في النصح والوعظ، فقد ترك لنا نصائح وإرشادات خاصة لطلاب العلم، يعني تحض على العلم والتفقه ووعي الدين. يقول رضي الله عنه وأرضاه: بعد أن حدث رجلا كان يسمى كميل بن زياد، هذه الرواية يرويها الإمام الأصفهاني صاحب الحلية، حلية الأولياء، يقول: عن كميل بن زياد قال: أخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بيدي فأخرجني إلى ناحية الجبان، أي الصحراء، فلما أصحرنا وصلنا في الصحراء وصار الليل أو ممكن قبل الليل، قال: جلس، أي سيدنا علي، ثم تنفس، أي باسترخاء، ثم قال: يا كميل بن زياد، القلوب أوعية فخيرها أوعاها للعلم. القلوب أوعية، شبهها بالأوعية، خير هذه القلوب أوعاها للعلم، ما وضعت العلم فيها. قال: احفظ ما أقول لك. يخاطب ابن زياد: الناس ثلاثة، الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم في سبيل النجاة، في سبيل أن ينجو يوم القيامة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. موعظة رائعة، حيث أنه فصل أو قسم وصنف الناس على ثلاث: إما عالم أو متعلم أو لا شيء، أو يميلون مع الريح، رضي الله عنه وأرضاه. بالنسبة لزهده، كيف كان زهده رضي الله عنه وأرضاه وورعه؟ وما زلنا نحن الآن نتحدث عن فضائله وعن شمائله رضي الله عنه. يروي لنا علي بن ربيعة الوالبي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه جاءه ابن النباح، كان في هذا الوقت خليفة، فقال: يا أمير المؤمنين، امتلأ بيت مال المسلمين من صفراء وبيضاء. الصفراء الذهب والبيضاء الفضة، يقصد أن بيت المال المسلمين الحمد لله كثرت فيه الأموال حتى لا يوجد لها مكان، من فضة ومن ذهب، صفراء وبيضاء. فقال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: الله أكبر. فقام متوكئا على ابن النباح حتى قام إلى بيت مال المسلمين، فوقف فنظر ثم قال بيتا من الشعر، قال: هذا جناي خياره فيه، وكل جان يده إلى فيه. هذا جناي، أي ما جنيت، خياره فيه، وكل جان يده إلى فيه. يا ابن النباح، علي بأشياع الكوفة، نادي بأهل الكوفة فليخرجوا. قال: فنودي في الناس، فأعطى جميع ما في بيت مال المسلمين وهو يقول سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: يا صفراء ويا بيضاء، غري غيري، غري غيري، يعني لا تفتنيني. يقول الراوي: حتى ما بقي منه دينار، أي ما بقي في بيت مال المسلمين ولا دينار ولا درهم. ثم أمره، أي أمر ابن النباح، بنضحه، أي اغسلوا بيت مال المسلمين بعدما صار فارغا، فغسلوه فقام فصلى فيه ركعتين رضي الله عنه وارضاه. وفي رواية أخرى لأبي نعيم أيضا من خبر مجمع التيمي قال: كان سيدنا علي رضي الله عنه يكنس بيت مال المسلمين بيده، قد يكون بعد أن فرغ، هذه الرواية تأتي
تتمة بعدها، أنه بعدما فرغ وصلى هذه الركعتين كان في كل مرة يأتيه فيكنسه بيديه ويصلي فيه ويتخذه مسجدا، يقول رجاء أن يشهد له يوم القيامة، أن يشهد له يوم القيامة أنه صلى فيه وأنه أنفقه على المسلمين، فلا يكون حملا في رقبته أو أمانة في رقبته. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهنالك قصة أخرى تدل أيضا على ورعه رضي الله عنه وأرضاه. يقول أبي مطر ابن عبد الله الجهني قال رأيت عليا رضي الله عنه متزرا بإزار مرتديا برداء، لباس عادي رقيق والله أعلم كيف كان شكله، ومعه الدرة عصا كأنه أعرابي بدوي. الآن هو يصفه، إذن هذا اللباس الذي كان يرتديه يدل كأنه أعرابي بدوي ولا يدل على أنه أمير المؤمنين. قال ثم ذكر دخوله إلى السوق، دخل سيدنا علي رضي الله عنه السوق وبهذا الشكل كي لا يعرفه أحد. قال ثم دخل إلى السوق وذكر أنه أخذ يساوم التجار في ثوب بثلاثة دراهم، فإذا بالتاجر عرفه، يقول فلما عرفه لم يشتري منه شيئا، خرج سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. قال فأتى آخر، أي ذهب إلى تاجر آخر، فلما عرفه لم يشتري منه شيئا، فأتى غلاما حدثا، دخل على دكان للتجارة فوجد فيها غلام يبيع صغير السن لن يعرف سيدنا علي رضي الله عنه. قال فأتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم، ثم جاء أبو الغلام فأخبره، فأخذ أبوه درهما ثم جاء به ولحق بسيدنا علي رضي الله عنه أرضاه، فقال هذا الدرهم يا أمير المؤمنين. قال وما شأن هذا الدرهم؟ قال كان ثمن القميص درهمين فقط. فكان جواب سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه قال له باعني برضايا، باعني رضايا وأخذ رضاه لا أرد له، ولم يرضه رضي الله عنه أرضاه. بل لم يكن هذا فقط ورعه، بل كانت التقوى وكان تواضعه رضي الله عنه أرضاه عجيبا، لنا مواقف كثيرة في مسألة التواضع، منها قصة كان أنه روى ذلك صالح بن أبي الأسود عمن حدثه أنه رأى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه ركب حمارا وجلس بجنب وجعل قدميه في طرف واحد وهو ينادي ويقول أنا الذي أهنت الدنيا، أنا الذي أهنت الدنيا، فيشعر نفسه بالفرح لانتصاره في فتوحات المسلمين، في نشر الخير، في توزيع بيت مال المسلمين، لكن في نفس الوقت يذل نفسه على حمار لكي لا يجعل نفسه تغتر رضي الله عنه وأرضاه، ويظهر أمام الناس بمظهر التواضع وهو خليفة المسلمين. وأما جوده وكرمه، هل كان جوادا كريما؟ هذا لا يخفى أبدا على العقلاء ممن قرأوا سيرة سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. ذكر الإمام الحافظ ابن كثير من خبر الأصبغ بن نباتة أن رجلا جاء إلى علي رضي الله عنه وأرضاه فقال يا أمير المؤمنين إن لي إليك حاجة، فرفعتها إلى الله تعالى قبل أن أرفعها إليك، فإن قضيتها حمدت الله وشكرتك، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك. فلما سمعه سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه قال اكتب حاجتك على الأرض، فإني أكره أن أرى ذل السؤال في وجهك. فكتب إني محتاج، أي فقير. فقال لي علي، يقول هذا الأصبغ بن نباتة، فقال لي علي علي بحلة فأتي بها، فأخذها الرجل فلبسها، فلما لبسها فرح بها فرحا شديدا، فأنشد شعرا يمدح فيه سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فأنشد يقول شعرا
كسوتني حلة تبلى محاسنها فسوف أكسوك من حسن السنا حللا إن نلت حسن ثنائي نلت مكرمة ولست أبغي بما قد قلته بدلا إن الثناء ليحيي ذكر صاحبه كالغيث يحيي نداه السهل والجبل لا تزهد الدهر في خير تواقعه فكل عبد سيجزى بالذي عمل. فلما سمع ذلك سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه تأثر بهذا المديح وأعجبه أيما أعجاب، فقال علي بالدنانير، إيتوني بالدنانير. فأتي بمئة دينار، قال فدفعها إليه. فقال الأصبغ راوي القصة: يا أمير المؤمنين، حلة ومئة دينار، يعني كثير، كما يكفيه الحلة التي أعطيته إياها حلة؟ فقال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه: نعم، أي الحلة والمئة دينار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنزل الناس منازلهم وهذه منزلة الرجل عندي. والقصة هذه في أخرجها الإمام ابن كثير في البداية والنهاية. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لم يكن هذا فقط كرم سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه، بل كان يفرح فرحا شديدا بالضيف خاصة إذا جاءه وزاره. كان يقول إذا غاب عنه ضيف، كان يقول: لم يأتني ضيف منذ 7 أيام، أخاف أن يكون الله قد أهانني، من شدة ورعه رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا كان يقول أيضا في فضائل كرمه، كان يقول: لعشرون درهما أعطيها لأخي في الله أحب إلي من أن أتصدق بمئة درهما على المساكين. لعشرون درهما أعطيها لأخي في الله، هذه لأنه أقرب وأكسب وده وقربه أكثر، خاصة أن علاقتنا في الله، أحب إلي من أن أنفق 100 درهم على الفقراء والمساكين رضي الله عنه وأرضاه. وحينما سئل هو بذاته عن الكرم والسخاء، كان جوابه تعرفه للسخاء، قال: ما كان منه ابتداء، فأما ما كان من غير مسألة فحياء وتكرم. يعني ما كان من نفس الرجل أن يدفع هو ويتكرم ويتصدق على الناس وينفق عليهم، فهذا هو الكرم والسخاء. وأما ما جاء بعد أن يطلب منه فينفق، فهذا ليس بكرم، قال: هذا حياء وتكرم، يعني تصنع. والله تعالى أعلم. طبعا نقل هذا كلام الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تاريخ الخلفاء رحمه الله. نأتي الآن للحديث عن حيائه رضي الله عنه وأرضاه. كان صفة الحياء متجسدة فيه وبالغة أيما تأثير في نفسه، حتى أنه كان يقول كلاما يظهر فيه مدى استحياؤه خاصة من الله سبحانه وتعالى. يقول رضي الله عنه وأرضاه: إني لأستحي من الله أن يكون ذنب أعظم من عفوي. كيف ذاك؟ أن يأتي رجل مذنب في حقه، في حق سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، فيكون هذا الذنب أعظم من عفو سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه عن صاحب هذا الذنب. قال: إني لأستحي من الله أن يكون ذنب أعظم من عفوي، أو جهل أعظم من حلمي، جاهل يتكلم معي ويسيء معي وأنا لا أحلم عليه أو أحلم عليه. قال: أو عورة لا يواريها ستري، أو خلة لا يسدها جودي، رضي الله عنه وأرضاه. يقول العلماء تعقيبا هذا الكلام الجميل:
فهذه أربع صفات من النقص قابلها أمير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه بأربع صفات من الكمال. فالحياء من الله سبحانه وتعالى يقتضي من الإنسان أن يتصف بالعفو عند المقدرة، وذلك فيما إن لم يكن الذنب فيه حد من حدود الله تعالى. هو يتكلم لأن سيدنا علي يتكلم في مسائل تخصه وليس تخص العامة من الناس. إذن تكلمنا عن صفاته، لنأتي الآن إلى عبوديته. كيف كان يعبد الله؟ هل كان رجلا صاحب تقوى في العبادة وملازمة وخشوع؟ من يجيبنا على هذا الكلام؟ يجيبنا على هذا الكلام ضرار ابن ضميرة الكناني أو الكناني، حينما ذهب إلى سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فجعل يسأله سيدنا معاوية: يا ضرار صف لي عليا. خاصة طبعا هذه الرواية بعدما استشهد سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. فلما استشهد سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه جاء ضرار ابن ضمير الكناني إلى سيدنا معاوية رضي الله عنهم جميعا، وقال سيدنا معاوية لضرار: يا ضرار صف لي عليا. فوقف ضرار يصفه له كلام من أبلغ ما يكون. قال: كان يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويستأنس بالليل وظلمته، وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله، وغارت النجوم يتململ في محرابه، قابضا لحيته يتململ تململ السليم أي الملدوغ الذي لدغه عقرب، ويبكي بكاء الحزين، فكأني أسمعه الآن وهو يقول: يا ربنا يا ربنا يا ربنا. يتضرع إليه ثم يقول للدنيا: أبي تغررت أم إلي تشوفت؟ هيهات هيهات، غري غيري، قد بنتك ثلاثا أي طلقتك ثلاثا، فعمرك قصير، ومجلسك حقير، وخطرك يسير أي مقامك يسير، أي الجلوس فيك لا يعد، ليس له قيمة، عمر قصير فيك، آه من قلة الزاد، آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فلما سمع سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه وصف سيدنا علي من ضرار أخذ الدمع يجري من عينيه رضي الله عنه وأرضاه، حتى نزلت دموعه على لحيته ما يملكها، وجعل ينشفها بكمه رضي الله عنه وأرضاه، حتى اختنق القوم الجالسين معه بالبكاء. فقال سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه: كذا كان أبو الحسن رحمه الله، كذا كان أبو الحسن رحمه الله. ثم التفت إلى ضرار وقال: كيف وجدك عليه يا ضرار؟ أي كيف حزنك عليه؟ كم حزنت عليه؟ فقال ضرار: وجد من ذبح واحدها في حجرها لم يرق دمعها ولم يسكن حزنها. ثم قام فخرج رضي الله عنه. هذا وصف من رجل شاهد سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، شاهده في مواقف بين يدي الله سبحانه وتعالى في الليل عند التجلي في أوقات التجلي، وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين، وابن عمه، وزوج بنته، وهو المبشر بالجنة، لكن مع ذلك كان يتململ ويتمرغ في الليل وهو يبكي ويقول: يا ربنا، ويدعو بدموع وخشوع رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله تعالى أن يحققنا بوصفه ووصف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، خاصة في عبوديتهم لله عز وجل. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وأيضا
من فضائل سيدنا علي رضي الله عنه أرضاه أنه كان شاعرا ويكتب الشعر الجميل، ونقل عنه الكثير الكثير، لكنني أكتفي بقصيدتين. واحدة تحدث فيها عن الفرج والشدة، وواحدة تحدث فيها عن الصبر. أما القصيدة التي تحدث فيها عن الفرج والشدة، يقول فيها سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه: إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق بما في الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به القريب، يمن به القريب المستجيب. وكل الحادثات إذا تناهت، فموصول بها الفرج القريب. قصيدة عظيمة. مهما اشتدت عليك المصائب، ومهما ضاقت بك الأمور، متى التجأت إلى الله سبحانه وتعالى يأتيك الغوث والمدد من الله جل في علاه، ويفرج عنك، لأنه القريب المجيب سبحانه. والحادثات وكلها هباء، ولا شيء يدوم إلا وجه الله سبحانه وتعالى. ثم في الصبر أيضا يقول رضي الله عنه وأرضاه: ألا تصبر على الحدث الجليل، وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع فإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الدهر الطويل، ولا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل، فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل، فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول، فكم من مؤمن قد جاء يوما سيروى من رحيق السلسبيل. رضي الله عنه وأرضاه. مهما اشتدت الكروبات، ومهما ضاقت عليك، إن الله تعالى هو المفرج، وهو الرزاق، هو المتصرف سبحانه جل في علاه. ولم يقتصر رضي الله عنه وأرضاه فقط في الشعر، بل كانت له أقوال عجيبة وحكم بالغة، أقتصر على بعض منها. يقول رضي الله عنه وأرضاه: صلاة الليل بهاء في النهار. صلاة الليل أي القيام الليل بهاء في النهار. قال الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال أيضا: نور المؤمن من قيام الليل. متى كان يقوم الليل ترى نور في وجهه رضي الله عنه، هذا كلامه. ثم قال: صلاح الدين من الورع، وفساده من الطمع، قسوة القلب من الشبع، الشرف بالفضل والأدب لا بالأصل والنسب. والله كلام جميل، والله كلام عظيم، كله لو أردنا أن نفصل فيه ونشرح فيه لاحتاج إلى حلقات لوحدها. يقول: من عذب لسانه كثر إخوانه، من قل صدقه قل صديقه. وكلام كثير أكتفي بهذا. نأتي إلى وصفه رضي الله عنه وأرضاه، وهذا أختم به لكي لا أطيل عليكم. أختم به هو وصفه للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كيف كان يصف صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يقول رضي الله عنه وأرضاه:
طبعا العلماء يروون اولا القصه بانها جاءت بعد احساس سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه ان الناس بداوا يتقاعسون ويغفلون عن العباده، وقل النشاط فيهم في الطاعه، فاخذ رضي الله عنه وارضاه يذكرهم بشيء من سير الصحابه رضي الله عنهم، فقال: من ابو ركانه أو أبو أراكة يروي القصة يقول: صليت مع علي رضي الله عنه وأرضاه صلاة الفجر، فلما انفلت عن يمينه أي ابتعدت مكث كأن عليه كآبة، كأنه حزين، حتى إذا ما كانت الشمس على حائط المسجد قيد رمح صلى ركعتين، ثم قلب يده فقال: والله لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى اليوم شيئا يشبههم، لقد كانوا يصبحون صفرا شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزى، قد باتوا لله سجدا وقياما، يتلون كتاب الله، يتراوحون بين جباههم وأقدامهم، إذا أصبحوا ذكروا الله تعالى، فإذا أصبحوا فذكروا الله تعالى مادوا كما تميد الشجر في يوم الريح، وهملت أعينهم حتى تبتل ثيابهم من كثرة بكائهم رضي الله عنهم، والله لكأن القوم باتوا غافلين. يتحدث أنه ما وجد مثل صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في زمنه رضي الله عنه وأرضاه، فما نقول نحن ونحن الذين ابتعدنا كثيرا عنهم زمانا وابتعد الكثيرون عنهم حالا وتطبيقا، نسأل الله العافية لنا ولكم. يقول الراوي: ثم نهض فما رؤي بعد ذلك مفترا يضحك حتى قتله ابن ملجم عليه من الله ما يستحق ذلك الفاسق. إخوتي بالله، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. أسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بالتخلق بأخلاقه وبأخلاق الصحابة رضي الله عنهم وبأخلاق الصحابة جميعا، وأن يسدد خطانا معكم دائما على نهج مركز الدعوة الإسلامية الذي نتعلم منه العلم والدعوة في سبيل الله، وهذا نهج شيخنا الشيخ محمد إلياس حفظه الله تعالى، حيث حضنا على العلم وحضنا على الدعوة، وليس سلاح وليس إنسان يطير بدون جناحين، جناح العلم وجناح الدعوة إلى الله. عسى أن يكون الله تعالى يقبلنا مع حبيبه صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.